الرئيس السيسي يفتتح مدينة المنصورة الجديدة ويؤكد أن مصر قادرة على تخطي كل التحديات بتلاحم الشعب ومؤسساته. مصر وبريطانيا تنفذان عرضا جويا مشتركا فوق مدينة سهل حشيش جنوب الغردقة. وللمرة الثامنة البرلمان اللبناني يخفق في اختيار رئيس جديد للبلاد ويحدد الأسبوع المقبل موعدا لجلسة جديدة. السادسة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المواطن المصري هو البطل الحقيقي للتنمية التي تشهدها البلاد. وفي كلمته خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، وجه الرئيس السيسي الشكر للمصريين كافة. حديثي إليكم اليوم بتوجيه التحية والتقدير إلى جموع الشعب المصري العظيم الذي يثبت كل يوم عبقريته الوطنية ويؤكد على قدراته الجبارة ويفرض إرادته في الحفاظ على وطنه ومقدراته ويسعى دوماً للبناء وتحقيق السلام والتنمية. ويظل المواطن المصري هو بطل قصتنا القومية على مدار تاريخ أمتنا الوطني، فهو وحده بناء هذه الأمة وكنزها الباقي بلا فناء أو نهاية إن شاء الله. وبعزيمته وإرادته حقق الوطن البقاء، وبعقله وساعده تتحقق على أرض مصر الطيبة معجزة البناء. واليوم نشهد معاً مشهداً جديداً من مشاهد الإنجاز التي تتحقق بسواعد المصريين وبجهودهم الحثيثة المخلصة والتي تعيد رسم خارطة مصر كي تتسع لأحلام المصريين وتليق بتضحيات أبنائها من أجلها. شدد الرئيس السيسي على أن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة يأتي في إطار خطة الدولة لبناء 30 مدينة من مدن الجيل الرابع عبر الجمهورية. وأضاف الرئيس السيسي أن بناء المدن الجديدة ليس رفاهية، كما أشاد الرئيس السيسي بمعدلات التنفيذ غير المسبوقة. ويأتي افتتاح مدينة المنصورة الجديدة كجزء من خطة شاملة نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية لبناء 30 مدينة من مدن الجيل الرابع على مستوى الجمهورية في الدلتا والصعيد والقناة. والحقيقة التي يجب أن تشاركونني فيها هي أن بناء المدن الجديدة لا يمثل رفاهية، بل هو ضرورة قصوى في ضوء هذه الزيادة السكانية المضطردة والحاجة الملحة لامتدادات عمرانية متكاملة لاحتواء هذه الزيادة ولمعالجة الآثار السلبية لعدم إتاحة هذه المجتمعات من ذي قبل، والتي يأتي في مقدمتها البناء على الأراضي الزراعية والتوسع غير المخطط للكتلة العمرانية. وفيما يتعلق بتداعيات الصراع الروسي الأوكراني على الاقتصاد العالمي، قال الرئيس السيسي إن مصر استطاعت تجاوز هذا التحدي بمجموعة من الإجراءات الاقتصادية والحزم الاجتماعية وتقليل فاتورة الاستيراد. يواجه العالم ومعه مصر أزمات متلاحقة على الصعيد الاقتصادي كان مبتداها الآثار التي خلفها انتشار جائحة كورونا، ولم يلبث العالم أن يتعافى منها إلا وقد اندلع الصراع الروسي الأوكراني والذي شارف على قرابة العام منذ اندلاعه، وقد انعكست آثار هذه الأزمات على الاقتصاد العالمي بآثار لم تكن مصر منها ببعيد، إلا أننا بفضل الله وبقدرات المصريين قد واجهنا هذه الأزمات بخطى واثقة وقدرات راسخة، وقد تجاوزنا الآثار الواقعة على المواطنين بحزمة من إجراءات حماية اجتماعية
تشابكت فيها جهود الدولة والمجتمع في نموذج مصري فريد. وبالتوازي مع تلك الإجراءات تنفذ خطة إجراءات اقتصادية على مستوى الدولة قائمة على توطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية وجذب الاستثمارات المباشرة. وتعليقا على عرض وزير الإسكان خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، أكد الرئيس السيسي أن الشواطئ المصرية خاصة في منطقة الدلتا منخفضة ومعرضة في حال ارتفاع منسوب سطح البحر إلى مخاطر محتملة خلال 50 عاما القادمة، مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات من أجل الحفاظ على الشواطئ. كان عندنا لحماية الشاطئ ده مسارين، مسار ان احنا نعمل حاجز ميه، مش كده يا دكتور عاصم؟ ونعمله ويكلف ملايين برضه، وقد يكون يكلف اكتر من كده، او ان احنا نعمل حاجه تحقق ان انا احقق مجموعه من الاهداف باجراء واحد، مش كده؟ صحيح. هو ده اللي انا اللي دكتور عاصم بيقول لك ايه، عملنا شاطئ ارتفاعه متر، ثم عملنا طريق ارتفاعه متر تاني، ثم عشان في النهايه اذا كانت الشواطئ المصرية وخاصة الدلتا معرضة نتيجة انخفاض منسوبها عن المعدلات المحتملة اللي هتحصل خلال 50 سنة الجاية، أنا بقول كلام صحيح؟ طيب مش كده يا دكتور مصطفى؟ فإحنا متوقعين متر أو مترين. طب إحنا كان عندنا نقدر نعمل على امتداد مثلا 200-300 كيلو حواجز تكلفنا عشرات ويمكن مئات المليارات من الجنيهات او الدولارات عشان نحمي شواطئنا اللي هم رامينها الناس بتوعنا اللي موجودين في الدلتا. كما اكد الرئيس السيسي ان انشاء محطه تحليه المياه الموجوده في مدينه المنصوره الجديده ياتي في اطار خطه الدوله لبناء محطات تحليه على المدن المطله على البحر المتوسط. محطه التحليه اللي موجوده دي هي ضمن خطه الدوله لبناء محطات تحليه على المدن المطله على البحر المتوسط والاحمر، بحيث ان احنا في النهايه نبقى الميه بتاعت النيل تكون لداخل الجمهوريه وتقابل النمو السكاني المحتمل خلال 50 سنة الجايين، لان احنا بنقول ان احنا حاليا ما لدينا من مياه على عدد سكاننا اقل من 500 متر مكعب ميه في اليوم، اذا في السنه ولا ايه؟ فاذا انا محتاج ان انا اقابل النمو المحتمل في طلب على المية بالنمو اللي هيحصل في السكان. فكانت المسار هنجيب مية منين؟ هنجيب مية للنمو السكاني منين؟ فكانت الفكرة ان احنا بنعمل، وانا بقول الكلام ده، الكلام اللي احنا بنقوله ده واللي بيقوله دكتور عاصم ده خطة الدولة، خطة خبراء وعلماء. قال الرئيس السيسي ان الحالة العمرانية للمدن السكنية في مصر من 100 عام كانت افضل مما هي عليه حاليا، كما أشار إلى أن المظهر غير الحضاري للمدن السكنية يرجع إلى أن التوسع العمراني العشوائي تم في غياب الدولة في السابق. ما يصعبش علينا يا دكتور عاصم. يصعب. لا صحيح. ما يصعبش علينا إن إحنا نبقى من ده من 100 سنة. نبقى اللي أنتوا شايفينه بعد كده دلوقتي. طيب نرجع بقى لنقطة مهمة أنا عايز أقولها، اللي هو فين حالة الدولة؟ فين إيه؟ فين حالة الدولة؟ ده حتى لو كان عمران يعني، ها؟ لكن ده غياب للدولة، غياب إيه يا دكتور؟ دولة مش حاضرة. دولة إيه؟ غير حاضرة. هات اللي بعدها بقى. اللي بعدها خالص. هات، دي إيه؟ دي دولة مش موجودة. دولة ايه؟ ويبقى يتصور ان يا جماعة احنا محتاجين نعرف كويس قوي ليه احنا بقينا كده، عشان ما تتهمش الدولة وتقول الدولة فين. لا، ده احنا كلنا مع بعض، دي بلدنا ونخلي بالنا منها.
وللمزيد مشاهدينا من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال أرحب بك على شاشة القناة الأولى المصرية. نتحدث هنا عن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمدينة المنصورة الجديدة ضمن 30 مدينة مصرية من مدن الجيل الرابع. أبدأ سؤالي به مقولة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الافتتاح: يظل المواطن المصري هو بطل القصة. كيف ترى الرهان على المواطن المصري في كل خطط الدولة؟ تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بالتأكيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دوما يراهن على قدرة وعقل ووعي المواطن المصري، ودائما هذا الرهان ما يربح، ورأينا هذا في الإصلاح الاقتصادي، رأينا هذا في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، ونرى الآن هذا أيضا، والدولة تخطو نحو الجمهورية الجديدة وتتخطى الكثير من التحديات والصعاب. إذن هناك رهان رابح في الحقيقة دائما هو الركيزة الأساسية للحكاية المصرية أو حكاية هذا الوطن التي تسطر في الحقيقة بأحرف من نور. نحن نشاهد الآن مشروعات قومية ومدن جديدة ويعني الكثير من الإنجازات، ونحن في ظل متغيرات دولية وإقليمية الجميع ربما في المحيط الإقليمي بنا يتوقف عن المشروعات، ولكن مصر مستمرة، مصر لديها الإرادة السياسية والرغبة الشعبية، وهذه هي اللحمة، هذه هي الإرادة التي تكمن في الداخل العقيدة المصرية وتحرك هذا الوطن إلى الأمام. نتحدث عن حقيقة في الحقيقة أن هذه أيضا الافتتاحات سواء كانت للمشروعات قومية أو مدن جديدة في هذا التوقيت بتعطي دافعة قوية جدا للمواطن المصري الآن، ودفعة معنوية قوية لاستكمال المسار ولاستكمال الطريق. أعتقد أن الدولة المصرية أيضا بترسل رسائل في غاية الأهمية بافتتاحها لهذه المشروعات ولهذه المدن الجديدة، أنها ماضية نحو طريقها نحو التنمية المستدامة، لا تراجع عن هذا الطريق، لا تراجع نحو يعني الطريق نحو الجمهورية الجديدة. عظيم. أستاذ جمال، بالحديث عن المشروعات، هناك تخطيط علمي كما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، قال أن هو هذا المشروع هو ضمن خطة شاملة. إذن هي المشروعات ليست مشروعات فردية أو مشروعات عشوائية. السؤال هنا: كيف ترى المعايير التي يتم تحقيقها في هذه المشاريع؟ تحدثت هنا عن معايير الجودة، معايير التكامل في هذه المشروعات، أيضا معيار السرعة في تنفيذ تلك المشاريع. يمكن معيار السرعة هو كلمة السر في الحقيقة في إنجاز كافة المشروعات الكبرى في الدولة المصرية. نرى الدولة تسابق الزمن، ليست لديها الرفاهية كما تحدث السيد الرئيس اليوم، أن بناء هذه المدن الجديدة ليس من قبيل الرفاهية ولكنه ضرورة. الدولة المصرية لديها استراتيجية أعدت مسبقا، وهي استراتيجية الدولة 2030، ومخطط بداخلها كافة هذه المشروعات سواء كانت مدن جديدة أو مشروعات قومية أو بنية تحتية أو ما يتعلق حتى باستراتيجيات الاستثمار والتجارة وغيرها من الأمور. وبالتالي نحن نتحدث عن دولة تتحرك وفق استراتيجية أعدت مسبقا ومدروسة دراسة حكيمة، عشان كده بنجد حتى الأمم المتحدة طوال الوقت بتشيد بجهود مصر التنموية. بنرى الآن أن الدولة المصرية وهي تمضي نحو المستقبل وهي تواجه التحدي في الزيادة السكانية بتكافح هذا التحدي عبر زيادة المدن. نتحدث أن مع حلول 2050 ربما يتضاعف عدد السكان في الدولة المصرية، وبالتالي الدولة المصرية بتستهدف استيعاب 30 مليون مواطن من خلال هذه المدن الجديدة التي سوف يصل عددها إلى 30 مدينة جديدة. أيضا التوزيع العادل والتوزيع الجغرافي العادل لهذه المدن الجديدة لا نرى الآن فقط نتحدث في مدن الدلتا، في مدن الصعيد، في مدن القناة طبعا. بالضبط، لا نرى مثل السابق فقط في القاهرة أو الجيزة، ولكن نتحدث عن سيناء نفسها بها مدن جديدة، مدن القناة، الصعيد، أسوان الجديدة وغيرها من نطاقات جغرافية. إذن نحن نتحدث عن أن الدولة تقوم بواجبها ودورها تجاه الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة بتخطيط سليم برؤية واضحة وأيضا بدراسات محكمة. وهنا يتبقى علينا أن نساند هذه الجهود وأن ندعم هذه الجهود وأن نمضي مع الدولة بخطة ثابتة نحو الجمهورية الجديدة. ما تقوم به الدولة المصرية الآن هو في الحقيقة محل فخر واعتزاز لكافة المواطنين المصريين، لأننا نحقق المستحيل في وقت به الكثير من المتغيرات الدولية والإقليمية الصعبة، ولكن دائما الدولة المصرية بتضرب المثل وبتقول للعالم كله انها تستطيع ان تبقى في معركة البقاء والوجود.
ولكن يعني أستاذ جمال أعتقد حضرتك تشاركني الرأي أن احنا يعني لا يحسن أن نقف عند معيار السرعة فقط في تنفيذ هذه المشروعات. نحن نتحدث هنا عن معايير مهمة بأهمية سرعة التنفيذ، نتحدث عن معيار الجودة، وأيضا على معيار مهم في السياسة، سياسة الدولة في تخطيطها لها كل المشاريع القومية، وهو معيار التكامل الشمولية في تنفيذ هذه المشاريع. تتفق أم تختلف؟ أتفق تماما. فكرة تجويد الخدمات، الدولة المصرية الآن بتتجه نحو مش فقط توفير الخدمات ولكن تجويد الخدمات. حضرتك ممكن نشوف ده في حتى مبادرة حياة كريمة، كيف أن مبادرة حياة كريمة الآن بتفتتح مراكز تقديم الخدمات الحكومية المميكنة في القرى وفي النجوع، كيف أيضا أن الدولة المصرية طورت أو أنشأت الشبكة القومية للطوارئ والسلامة لتجويد الخدمات المقدمة للمواطن، وأيضا حتى في المدن الجديدة. نحن نتحدث الآن عن مدن من الجيل الرابع، ليست فقط مجرد مدن تقدم الخدمات التقليدية ولكنها مدن ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطن لتقدم خدمة ذات جودة مش عالية فقط ولكن ربما تكون جودة فائقة، لأنها أيضا تراعي المعايير البيئية والمعايير الصحية وأيضا المعايير التي لها علاقة بتقديم حياة كريمة للمواطن المصري. ومن ثم الجودة في تقديم الخدمات هو الشعار الأبرز في ما يتعلق بالجمهورية الجديدة. الآن نرى الشمول المالي، الرقمنة، وجود عقل إلكتروني للدولة، وفكرة أن الدولة الآن تعتمد على التكنولوجيا. نرى الأقمار الصناعية، سواء كان القمر الصناعي تريبا واحد أو ما يتعلق بالأقمار الصناعية الأخرى وما يتعلق بالبنية التكنولوجية العظيمة التي أنشئت خلال 8 سنوات الماضية، كلها أمور بتتعلق بتقديم خدمات ذات جودة عالية، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية التقليدية أو حتى البنية التكنولوجية. كل هذا يرتكز عليه بناء إنسان مصري يستطيع أن يستفيد من هذه الخدمات وأن يتوافر له خدمة ذات جودة عالية. نعم أستاذ جمال، يعني نحن لازلنا في قراءة لنص خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في افتتاح مدينة المنصورة الجديدة. تحدث هنا عن ما بعد الكوارث العالمية، ما بعد كارثة كورونا، ما بعد كارثة الحرب الروسية الأوكرانية. تحدث عن جناحي التي يعني يحاول الاقتصاد المصري أو التوجه الدولة المصرية المضي قدما فيها. تحدث عن هنا عن حزمة الإجراءات الحمائية للفئة الأكبر من المجتمع المصري، أيضا بالتوازي تحدث عن حزمة إجراءات الاقتصادية لتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد. كيف ترى توجه الدولة المصرية في هذا الصدد؟ بالتأكيد إشارة السيد الرئيس اليوم لقدرة الدولة المصرية على امتصاص الأزمات العالمية وحماية المواطن المصري من تبعات هذه الأزمات والمتغيرات الدولية والإقليمية كانت إشارة في غاية الأهمية، لأن الدولة المصرية في الحقيقة نجحت باقتدار في تجاوز عقبة أزمة أو تبعات أزمة كورونا الاقتصادية، أيضا فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها الاقتصادية على كافة الدول العالم. أيضا الدولة المصرية استطاعت أن تحمي المواطن منذ بداية هذه الأزمة، ونرى بين الحين والآخر أن الدولة المصرية بتصدر قرارات لا علاقة بسواء المنح أو بعض الزيادة في المرتبات والمعاشات وأيضا الإعانات والمساعدات للفئات الأكثر احتياجا، أيضا ضبط للأسواق، فكرة توفير السلع، عدم نقص في السلع، كل ده أيضا ساعد في البنية التحتية التي أنشأتها الدولة المصرية خاصة على مجال خاصة في مجال الزراعة والصوامع الزراعية والأمن الغذائي. وبالتالي أعتقد أن الدولة المصرية بتحصد الآن نتاج ما تم بناؤه خلال 8 سنوات الماضية فيما يتعلق بحماية المواطن من الأزمات العالمية والمتغيرات الإقليمية، وبالتالي كانت إشارة في غاية الأهمية، لأن المواطن المصري في الحقيقة أيضا كان لديه من الوعي الكافي بإدراك طبيعة المتغير الدولي الآن وتأثيره على الداخل المصري، وأيضا الدولة المصرية استطاعت أن تحمي وتصنع مظلات حماية مختلفة ومتعددة للمواطنين لحمايتهم من تبعات هذه الأزمات. نعم هناك تأثير، لا يمكن أن يعني نقول أننا منعزلون عن العالم، بل مصر طبعا في قلب العالم طبعا. ولكن التخفيف من تأثير هذه الأزمات العالمية والإقليمية على المواطن أنا أعتقد أنه هو كان هدف أساسي للقيادة السياسية المصرية وللحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وهذا ظهر عبر العديد من القرارات حتى
فيما يتعلق بتضافر الجهود سواء مع المجتمع المدني، راينا التحالف الخاص بالمجتمع المدني وعملوا مع حياه كريمه مع الحكومه، طبعا هذا مع يعني توجيهات القياده السياسيه المصريه. اذا حتى الفكره التوجيه او توحيد الجهود وتضافر الجهود من اجل حمايه المواطن رايناها حاضره، هذا التنسيق وهذا العمل على قلب رجل واحد لحمايه المواطن او التخفيف من تبعات هذه الازمات على المواطن، اعتقد ان هو ايضا كان محل تقدير من المواطن المصري ومحل اشاده من المواطن المصري. واليوم السيد الرئيس يتحدث ان الدوله لن تتخلى عن المواطن بل سوف تظل تحمي المواطن من تبعات هذه المتغيرات ومن تبعات هذه الازمات العالميه، بل انها ايضا الدوله المصريه سوف تمضي نحو خططها التنمويه ولن تتخلى عن خططها التنمويه وتمضي نحو جمهوريتها الجديده. نعم الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، أشكرك شكرا جزيلا. اليوم نشهد معا مشهدا جديدا من مشاهد الإنجاز التي تتحقق بسواعد المصريين. قادرون على تخطي كل هذه التحديات من خلال التلاحم والتكاتف بين الشعب المصري العظيم وجميع مؤسساته. وخلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة قام الرئيس السيسي بتسليم عدد من مواطني محافظة الدقهلية عقود تملك شقق سكنية بالإسكان الاجتماعي. كما قام الرئيس السيسي بتكريم عدد من أبناء محافظة الدقهلية لتفوقهم في مجالات عدة، ومن بين المكرمين طالب بالفرقة الرابعة كلية الهندسة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا استطاع عبور بحر المانش في سبتمبر الماضي، وأيضا أحد الحاصلين على بكالوريوس صيدلة وحاصل على المركز الثاني في الأبحاث العلمية على مستوى العالم في المؤتمر الدولي للصيدلة والتكنولوجيا، وحاصل على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مسابقة الأبحاث العلمية لعام 2021. We'll be right back.
تفقد الرئيس السيسي كورنيش مدينة المنصورة الجديدة رفقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. وتعد مدينة المنصورة الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع التي تتميز بأنها أول مدينة سياحية بمواصفات عالمية على أرض مصرية، حيث تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط. هذا وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة المنصورة الجديدة خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، والتي تأتي ضمن مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي. وخلال افتتاح الرئيس السيسي مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، تفقد نادي الشربين الرياضي. هذا ويشمل مركز الشربين عدة قرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، منها قرية الحصص. أنا هنا بس عايز أقول للناس إن لما بنيجي نعمل كدولة بيبقى فيه تصور شامل للمسار اللي إحنا شغالين عليه. أنا ما أفتكرش حد هيقدر يعمل أكتر من اللي إحنا بنعمله. Thank you.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. السلام عليكم. تفضل استريح. تفضل. نلتقي اليوم من فخامة الرئيس لنجني أحد ثمار خطة التنمية الاقتصادية للجمهورية الجديدة. مدينة حيوية بالأنشطة، الناس تقدر تمارس فيها كثير من الأنشطة في المناطق الخارجية والمفتوحة. اللي ممكن يتفرج علينا يا دكتور عاصم دلوقتي يتصور هي مدينة شكلها حلو، وده مش غلط بالمناسبة، لكن أنا عايز أفهم الناس اللي بيسمعونا إن إحنا عملنا موضوعات على بعضها، الموضوعات دي تحقق كتير من المطالب اللي الدولة بتحتاجها، منها على سبيل المثال حماية الشواطئ. البلاد اللي زي حالتنا دي عايزة ثلاث حاجات، واحدة من ثلاث حاجات، يا إما صبر وعمل، صبر وعمل يعني صبر وشغل بس، وده مسار نشوف نتائجه بعد سنين طويلة، مش احنا ولا يا دكتور مصطفى، مش احنا، مش انا عشان سن يعني، لكن الشباب الصغير والممكن اسمعوا كلامي، بس اسمعوا كلامي. المنصورة الجديدة معمولة بحلاوة وذوق زمان بس بالألوان. مدينة كبيرة مبنية على مساحة 7211 فدان، مش بس هتبقى مصيف لكل أهل الدلتا، دي مدينة متكاملة هيعيشوا فيها طول السنة، وكل حاجة محتاجينها هيلاقوها. مشروعات سكنية كتيرة ومتنوعة زي مشروع جنة مصر، مشروع سكن مصر، سكن كل المصريين، شقق متميزة وفيلات بتطل على البحر، ووحدات إسكان اجتماعي كاملة التشطيب، ومساحات خضرة وخدمات ترفيهية في كل مناطقها. منور يا رئيس المنصورة الجديدة. طبعا كلكم عرفتوا ان انا ابن من ابناء المنصورة، فانا بقول لكم يعني انا متشرف بوجودكم، واهلا وسهلا بيكم في المنصورة الجديدة. المنصورة خرج منها ناس عمالقة، سيدة فاتن حمامة، استاذ رشدي أباظة، الكاتب الكبير أنيس منصور، الفنان العظيم شريف منير، يعني بص مش قادر اقول لكم حاجه عظيمه 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 والله. كل ده حصل بالاراده المصريه، الاراده المصريه بجد، وسياده الرئيس قالها وانا ما بنساش كلمه قالها لاني متابع طول الوقت، قال عايزكم تبقوا كده. احنا لو بقينا كده وبنشتغل وعندنا ضمير صاحي كله هيمشي، اللي عاجبه عاجبه، اللي مش عاجبه القطر ماشي، احنا مش هنقف، الدنيا ماشيه. استاذ شريف انت من المنصوره مش كده؟ انا من المنصوره اهو. حاجه عظيمه جدا. احنا اللي سعداء بيك. شكرا. ربنا يخلي سيادتك يا فندم، وبشكركم واهلا بيكم في بلدكم المنصوره الجديده، وتحيا مصر. يا بلادي يا أحلى البلاد يا بلادي.
حضرتك مهندس عمرو حامد مدير مصنع جراند تصنيع اعلاف الاسماك، الشركه اللي صنعت كل اعلاف الاسماك، المياه العذبه والمياه المالحه واعلاف الزريعه واعلاف الجمبري. فكرتنا كان من كلمه حضرتك في الامم المتحده في 2014، جماعه الطيور المهاجره، المستثمرين المصريين اللي عايشين في امريكا، احنا من كنا من ضمنهم اللي جينا مصر، ضخينا استثمارات، حطينا بذرتنا، اول مصنع شغلناه في 2018 وصل حجم انتاجنا النهارده ل 60,000 طن، بنصدر منه 20,000 طن. وصلنا يا ريس للحلم اللي احنا كنا بنحلم بيه، شكرا يا ريس، احنا بنخطط مستقبلنا ومستقبل ولادنا، شاكرين يا ريس. صدقوا بالله انا بتكلم من قلبي وربنا اللي يعلم والله. يلا 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 غيروا البلد دي كلكم. الحمد لله النهارده احنا يعني بنشرف ان احنا النهارده نقول ان اي سي سي النهارده الحمد لله يعني احنا بنصنع لكبرى الشركات العالميه الحمد لله في مصر وبنصدر انتاجنا كمان للخارج الحمد لله. انا كمان عايز اشكر مبادره ابدا حقيقه بجد، هم كان ليهم دور فعال على الارض حقيقه ومؤثر جدا، وهم قدروا يعني يبقوا زي شورت كات كده ما بيننا وما بين المسؤولين او الادارات حقيقه، هم سهلوا لنا حاجات كتير ووجودهم حقيقه بجد فارق جدا على الارض. واحنا بنقول لهم النهارده زي ما انتم حمستونا وشجعتونا وقلتوا لنا ابدا، احنا بقى من هنا بنقول لكم كملوا كملوا بنفس الحماس والقوه، لان وجودهم واستمرارهم هو مهم جدا جدا. لا يا دكتور محمد مش هسيبك. طب ربنا هو احنا يعني بنستورد منتجات نجمعها ولا بننتج المنتجات دي كلها عندنا؟ لا احنا بننتجها كلها طبعا، بننتجها كلها. طب هو السوق المصري عايز قد ايه؟ السوق المصري يحتاج قد ايه؟ انا فندم شايف يعني في رايي ان احنا عندنا فرصه حلوه جدا جدا ان احنا نصدر، يعني مصر احنا في قطاع التجميل ده احنا عندنا فرصه ذهبيه دلوقتي ان احنا نصدر فعلا عند حضرتك، يعني ناس في مصر ان شاء الله هتشتغل وهتشتغل بهمه وقوه ان شاء الله. شكرا جزيلا يا فندم. والآن نتشرف بدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتسليم عقود وحدات إسكان اجتماعي بمحافظة الدقهلية لعدد من المواطنين. دكتورة رنا حامد عبد الواحد أول باحثة من ذوي البصيرة تحصل على الدكتوراه من كلية الآداب جامعة المنصورة عام 2022، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة للمكفوفين لعام 2003، وتعمل حالياً معلم لغة إنجليزية بمدرسة النور للمكفوفين بالمنصورة. والآن فليتفضل السيد رئيس الجمهورية لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، الحضور الكريم، أهلنا الكرام من محافظة الدقهلية، أستهل حديثي إليكم اليوم بتوجيه التحية والتقدير إلى جموع الشعب المصري العظيم الذي يثبت كل يوم عبقريته الوطنية ويؤكد على قدراته الجبارة ويفرض إرادته في الحفاظ على وطنه ومقدراته ويسعى دوماً للبناء وتحقيق السلام والتنمية، وبعزيمته وإرادته حقق الوطن البقاء، وبعقله وساعده تتحقق على أرض مصر الطيبة معجزة البناء. واليوم نشهد معاً مشهداً جديداً من مشاهد الإنجاز التي تتحقق بسواعد المصريين وبجهودهم الحثيثة المخلصة والتي تعيد رسم خارطة مصر كي تتسع لأحلام المصريين وتليق بتضحيات أبنائها من أجلها. إن مصر الوطن الكبير الضارب في جذور التاريخ والبادئ للحضارة هو الوطن الذي تعهدنا معاً على الحفاظ عليه بأرواحنا وبنائه بأيدينا لنزرع له الأمل ونصنع له المستقبل. شكراً. ومعا نردد دائما تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انطلقت فعاليات العرض الجوي المصري البريطاني الغردقة اير شو 2022 الذي ينفذ فوق مدينة سهل حشيش جنوبي الغردقة، وذلك بمشاركة فريق الألعاب الجوية البريطانية السهم أو السهام الحمراء وفريق الألعاب الجوية المصرية النجوم الفضية وفرق القفز الحر والدلتا من قوات المظلات المصرية. نقدم لكم العرض الجوي غردقة اير شو 2022 بمدينة سهل حشيش بمشاركة فريق السهام الحمراء الإنجليزي وفريق النجوم الفضية المصري وقوات المظلات المصرية. العرض الجوي غردقة اير شو 2022. انطلقت فعاليات العرض الجوي المصري البريطاني هيرجادا اير شو 2022 فوق مدينة سهل حشيش جنوب الغردقة بمشاركة فريق الألعاب الجوية الملكية البريطاني السهام الحمراء ريد أروز وفريق الألعاب الجوية المصري النجوم الفضية سيلفر ستارز وفرق القفز الحر والدلتا من قوات المظلات المصرية. وكان في الحضور وزير الطيران المدني ورئيس مجلس الشيوخ ومحافظ البحر الأحمر ومحافظ قنا والفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية وعدد من قادة القوات المسلحة واللواء مارك ماديسون مسؤول التدريب بالقوات الجوية البريطانية. بدأت الفعاليات بدخول فريق الدلتا من قوات المظلات المصرية حاملاً أعلام مصر وبريطانيا وشعار العرض الجوي. ونفذ فريق الألعاب الجوية المصري النجوم الفضية سيلفر ستارز عروضهم بواسطة طائرات K8E فوق مدينة سهل حشيش السياحية ليعكس لنا مقاتلو القوات الجوية مهاراتهم العالية. استعرض فريق الألعاب الجوية الملكية البريطاني السهام الحمراء ريد أروز عرضهم الجوي بواسطة طائرات هوك. واستعرض فريق القفز الحر من قوات المظلات المصرية عروض الملاحة الجوية وتشكيل مجموعة الأعلام وعدداً من عروض تشابك المظلات. وفي ختام الفعاليات تم تنفيذ إسقاط مظلي بأعلام الدولتين وشعار العرض، وتخللت العروض عدد من اللوحات الفنية التي قدمتها وزارة الثقافة للحضور، ونالت العروض إبهار الحاضرين وعكست الصورة اللائقة لمكانة مصر والمناطق السياحية والأثرية على المستوى الإقليمي والدولي.
واصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 674 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 967 طن. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 145 طن. وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 738 طن. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط 85 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 912 قضية، من بينها 206 قضايا خبز ناقص الوزن و 226 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، وذلك بمحافظتي السويس والجيزة. استمرارا للضربات الأمنية الحاسمة التي توجهها الأجهزة الأمنية لتجار ومروجي المواد المخدرة، والتي تعكس يقظتها ودقة عمليات الرصد والمتابعة لقطع الطريق أمام هذه العناصر الإجرامية لترويج سمومهم القاتلة وبما يحمي الشباب من الوقوع فريسة للإدمان. في هذا الإطار رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة، نشاط عنصرين إجراميين تخصصا في نقل مخدر الحشيش بكميات كبيرة بمحافظة السويس وترويجها على عملائهما بجميع أنحاء الجمهورية عن طريق إعداد مخازن سرية داخل سيارة نقل بعيدا عن الرصد والمتابعة الأمنية. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما السيارة المشار إليها بنطاق قسم شرطة الجناين بالسويس. ونجحت الإدارة في ضبط 6000 تربة لمخدر الحشيش تزن 600 كيلوغرام. تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 42 مليون جنيه. واستكمالا لتلك الضربات وإحباط محاولات الجلب والترويج، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفي ضربة أمنية حاسمة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، تمكنت من ضبط أحد العناصر الإجرامية تخصص في الاتجار بمخدر الآيس متخذا من دائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة مسرحا لمزاولة هذا النشاط الإجرامي، وبحوزة كمية من مخدر الآيس تزن 50 كيلوغرام وتقدر قيمتها المالية ب50 مليون جنيه. هذه الضربات الأمنية القوية التي تحبط محاولات الجلب والترويج إنما هي تأكيد على يقظة واحترافية الأجهزة الأمنية لتصديها الحاسم لمحاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة، فهذه الضربات الاستباقية تسهم في حجب كميات هائلة من المخدرات عن البلاد. أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والليبي، وجاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن موقف مصر يرتكز على حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم ووحدة أراضيهم. من جانبه أشار عقيل صالح إلى أن مصر كانت وما زالت داعمة للشعب الليبي، مشيدا بمواقف الرئيس السيسي الداعمة لليبيا وخيارات الشعب الليبي في وطن واحد موحد بعيدا عن التدخلات الخارجية. استقبل وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني الوزير سامح شكري بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بروما، ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية
للعاصمة الإيطالية للمشاركة في منتدى حوارات روما المتوسطية. تناول الوزيران وبشكل موسع سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية ما بين مصر وإيطاليا، وذلك في شتى المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والبناء على قصص النجاح التي حققتها الشركات الإيطالية في السوق المصرية. كما تطرقت المحادثات إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، على رأسها تطورات الأزمة الليبية. التقى وزير الخارجية سامح شكري مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى حوارات روما المتوسطية بالعاصمة الإيطالية. وأوضحت وزارة الخارجية أن المبعوث الأممي استهل اللقاء بتوجيه التهنئة إلى شكري بمناسبة نجاح مؤتمر المناخ كوب 27، مثنيا على قدرة مصر على إدارة المفاوضات الخاصة بالمناخ. هذا وشهد اللقاء تناول التطورات على الساحة السورية، حيث أطلع بيدرسون وزير الخارجية على نتائج اتصالاته الأخيرة مع مختلف الأطراف السورية من أجل حلحلة العملية السياسية في سوريا. ومن جانبه أكد شكري على ثوابت الموقف المصري حيال الأزمة في سوريا والمتمثلة في ضرورة الدفع بالحل السياسي وفقا لقرار مجلس الأمن وتحقيق تقدم في العملية السياسية، فضلا عن رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق. أدانت مصر التفجير الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية شمالي العاصمة الأفغانية كابول أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين. وأعربت وزارة الخارجية عن تعازيها إلى الشعب الأفغاني وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة رفضها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب. أخفق مجلس النواب اللبناني للمرة الثامنة في انتخاب رئيس جديد للبلاد، حيث لم يحصل أي من المرشحين على النسبة القانونية اللازمة للفوز بالمنصب والمقدرة بثلثي عدد أعضاء المجلس. وحدد رئيس المجلس الخميس المقبل موعدا لجلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية. ويحتاج المرشح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين، أي 86 صوتا للفوز، وتصبح الغالبية مطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتا من أصل 128، وهو عدد أعضاء البرلمان. مشاهدينا، نشرة السادسة لا زالت مستمرة وتتابعون فيها. الرئيس الصيني يدعو لإجراء مفاوضات بشأن حل سياسي للنزاع الأوكراني. حث الرئيس الصيني تشي جين بينغ على ضرورة إجراء مفاوضات لحل الأزمة الروسية الأوكرانية بالطرق السلمية. جاء ذلك خلال محادثات مع رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل في بكين. وقال جين بينغ إن حل الأزمة الأوكرانية من خلال الوسائل السياسية يصب في مصلحة أوروبا وجميع الدول في منطقة أوراسيا، كما دعا إلى ضرورة عدم تصعيد الأزمة وتوسيع نطاقها. من جانبه، طالب رئيس المجلس الأوروبي الصين باستخدام علاقاتها مع موسكو لحل الأزمة مع كييف. إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن حلف الناتو تجاوز كل الخطوط الحمراء ويريد التوسع في آسيا، مشيرا إلى أن توسيع عضوية الحلف يتم وبشكل مقصود ومتعمد. وأضاف لافروف أن الوضع المتوتر في هذه المناطق يشكل تهديدات ومخاطر لروسيا الاتحادية، مشيرا إلى أن روسيا تطور التعاون العسكري مع الصين وتجري تدريبات مشتركة لهذا السبب. أدانت روسيا إعلان البرلمان الألماني اعتباره المجاعة التي وقعت بأوكرانيا خلال الحقبة السوفيتية إبادة جماعية. نعم، واعتبرت وزارة الخارجية الروسية الإعلان محاولة لشيطنة موسكو وتحريضا من الغرب لذوي الأصول الأوكرانية ضد المواطنين الروس. Finnish government and their policy of military non-alliance as an important factor in
ensuring security and stability in northern Europe, and at the same time we cannot help but note the targeted. أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه سيبحث مع شركائه في منطقة أو في منظمة الأمن والتعاون كل الإمكانيات القانونية التي من شأنها إجبار روسيا على دفع ثمن إعادة إعمار أوكرانيا. وقال بوريل إن دول الاتحاد صادرت نحو 20 مليار يورو من أثرياء قريبين من السلطة وأشخاص يدعمون روسيا. ودان بوريل العدوان الروسي على أوكرانيا معتبرا أنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي ومبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ضيفا أن روسيا جلبت الحرب إلى أوروبا وقودت ميثاق الأمم المتحدة وفشلت في الوفاء بالتزاماتها الدولية. سجل معدل البطالة في منطقة اليورو مستوى تاريخيا جديدا في أكتوبر، بلغ 6.5% مقابل 6.6% في سبتمبر. في الاتحاد الأوروبي بمجمله انخفض معدل البطالة أيضا في أكتوبر إلى مستوى قياسي بلغ 6% بعد ما كان 6.1% ذلك في أغسطس. وتتوقع المفوضية الأوروبية حدوث انكماش في إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو كما هي الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي في الربع الحالي والأشهر الثلاثة الأولى من 2023. إلى جانب ألمانيا سجلت أدنى المعدلات في التشيك وبولندا، فيما سجلت أعلى نسبة في إسبانيا واليونان. قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن الأزمة الأوكرانية أظهرت ضرورة أن تمر سلاسل التوريد المستقبلية عبر دول مثل كندا بما لها من معايير بيئية وحقوقية حقيقية. وعن السياسات التجارية الحمائية التي أصبحت مشكلة في الولايات المتحدة، قال ترودو إن الحماية ضد المستثمرين الكنديين أو الشركات الكندية تنتهي في الواقع إلى إلحاق الضرر بالشركات الأمريكية، وأوضح أنه يقف مع المحتجين في الصين الذين يتظاهرون ضد قيود كورونا الأكثر صرامة. شدد جاك شوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي أن الولايات المتحدة تقوم بتجهيز جولة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية وسط تهديدات من كوريا الشمالية بإجراء مزيد من التجارب الصاروخية النووية. على جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن اللجنة المركزية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية ستعقد اجتماعا في نهاية ديسمبر لتحديد اتجاهات السياسة الرئيسية. أزمات متلاحقة تشهدها شبه الجزيرة الكورية في ظل حالة التوتر بين الكوريتين الجارتين التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. الحزب الحاكم في كوريا الشمالية سيعقد اجتماعا مهما نهاية ديسمبر الجاري لتحديد اتجاهات السياسة الرئيسية، وهو الأمر الذي يزيد من حالة الترقب والقلق في كوريا الجنوبية. ورغم ما تواجهه بيونغ يانغ من تحديات اقتصادية صعبة في ظل العقوبات الدولية بسبب البرنامجين النووي والصاروخي والإغلاق لمكافحة فيروس كورونا والكوارث الطبيعية، إلا أن استمرارها في إجراء التجارب الصاروخية يزيد من شدة قلق سول. جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي كشف عن أن الولايات المتحدة تقوم بتجهيز حزمة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية، وهو الأمر الذي يزيد من حالة التوتر مع بيونغ يانغ ويدفعها إلى إجراء المزيد من التطوير للصواريخ المحظورة فضلا عن إجراء اختبارات نووية جديدة. التوتر لا يتوقف عند ذلك الحد، ولكنه يمتد إلى الصين واليابان، حيث قال هيروكازو ماتسونو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن بلاده أبلغت الصين وروسيا بقلقها البالغ بخصوص الأنشطة الجوية المشتركة المتكررة حول الأراضي اليابانية، وذلك على خلفية الدوريات المشتركة التي تنفذها موسكو وبكين بمقاتلات استراتيجية فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أهمية التحالف بين الولايات المتحدة وفرنسا، مشددا على أنه يعد ضروريا للدفاع المتبادل. وقال بايدن في كلمته التي ألقاها بالبيت الأبيض خلال لقائه بالرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن فرنسا تعد أقدم حليف للولايات المتحدة، كما أنها تعد شريكا قويا، مشيدا بعلاقات وروابط الصداقة الوثيقة بين الجانبين.
من جانبه أكد الرئيس الفرنسي خلال لقائه بنظيره الأمريكي على ضرورة وجود أخوة في السلاح بين الدولتين مجدداً، وخاصة بعد الأزمة الأوكرانية وفي ضوء الأزمات التي تواجهها البلاد والمجتمعات في الوقت الحالي. تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نتائج مشاركة وزارة الثقافة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2022 في تقرير تلقاه من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. وثمن رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي دور وزارة الثقافة في الوصول بالخدمات الثقافية المتنوعة إلى شرائح أكبر بالمحافظات، بما يحقق هدف زيادة الوعي وبناء الإنسان المصري، وهو أحد المستهدفات من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقالت وزيرة الثقافة إن التقرير تناول جهود الوزارة ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة في 7 محافظات، هي كفر الشيخ والغربية والشرقية والأقصر وقنا والبحيرة والمنوفية، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظات ومؤسسة حياة كريمة والمجتمع المدني. نظمت مديرية الصحة بمحافظة دمياط قافلة طبية في قرية الركابية التابعة لمركز كفر البطيخ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. تضم القافلة عيادات متنقلة تشمل كافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة، إلى جانب صرف الأدوية للمواطنين وذلك بالمجان. بتقدم الخدمة العيادة التخصصية إلى جانب المعمل والأشعة والصيدلية اللي فيها الأدوية اللي بتغطي كل التخصصات الموجودة، إلى جانب كمان إمكانية عمل جواب إحالة لأقرب مستشفى مركزي لاستصدار قرار علاج على نفقة الدولة، وده بيتم طبعا متابعته بعد انتهاء القافلة. كمان عندنا الجزء الوقائي متمثل في الندوات التثقيفية اللي بتتعمل على مدار اليومين، بنوصل للمواطن كل ما هو جديد فيما يخص صحته وصحة أولاده، بنعلمه الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية نفسه وحماية المحيطين به. قافلة علاجية كمان بتتميز بحاجة مهمة جدا، وهي مجانيتها تماما بداية من قطع التذكرة وحتى انتهاء الخدمة، وده طبعا من الحاجات المميزة جدا من الخدمات المتقدمة لوزارة الصحة. القرية مصنفة من ضمن القرى البعيدة اللي بتبعد حوالي 15 كيلو عن المستشفيات المركزية، وبالتالي فهي بتنطبق عليها معايير القوافل. القرية كمان فيها تعداد سكاني كبير، وناس كثيرة جاية تكشف من امبارح لما عرفوا بوجود القافلة في القرية. القافلة فيها حوالي 12 عيادة تخصصية طبعا بتتقدم من ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. القافلة كمان فيها صيدلية متكاملة تم إمدادها بكل الأدوية اللي بتغطي التخصصات الطبية الموجودة في القافلة. احنا بنبدأ الشغل من 9 الصبح ل 3 العصر، بنبدأ بالعيادات، بيتم تحويل من العيادات الموجودة زي البطنة والنساء والأطفال والعظام. التحاليل الموجودة عندنا تقريبا 40 نوع من أنواع التحاليل المتوفرة، بيتم اكتشاف الحالات أول مرة زي السكر زي الفيروسات زي الكلى، كل التحاليل بتتسحب في خلال نص ساعة بالضبط بيكون النتيجة راجعة للطبيب المعالج. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوده معانا في قرية الركابية. بصراحة معمول معانا هنا كل حاجة كويسة، العلاج بناخده بالمجان، أنا منه واحد كشفت مرتين وجبت علاج وادوني علاج بتاع الفيروس وخدت العلاج بتاع اللي انا محتاجته كله، وبصراحه رعايه هنا ومقابله من الدكاتره اللي قابلونا هنا في مدينه الركابيه قسما بالله ما حاجه يعني ما توصلش، ولا كنا نتوقف في حياتنا ان احنا نوصل للدرجه دي. بدأت الحكومة صرف السلع التموينية عن شهر ديسمبر متضمنة السلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز وغيرها. يأتي ذلك ضمن مجهودات الدولة لدعم الفئة الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وتعمل الحكومة على ضخ السلع الغذائية بكمية كبيرة في جميع المجمعات الاستهلاكية التي تصل إلى 1300 مجمع على مستوى الجمهورية، وذلك
في الأول من كل شهر حتى 30 من الشهر نفسه، وبداية من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء. من الشهر ده رز البلدي نازل في للتجار كلها ولفروع جمعيتي ب10.5 الكيلو بجودة عالية حقيقي. كل السلع بتاعت المنظومة موجودة الحمد لله. تمام، الاقبال زي ما انت شايف حضرتك الناس كلها مقبله، احنا فاتحين من 9 الصبح ل 9 بالليل. تمام، المواطن بيجي يتقدم ببطاقته، تمام، بيجي يصرف ياخد مقرراته التموينيه اللي هو محتاجها لبيته، تمام، وبنغطيها. طبعا احنا عندنا من قبل اول الشهر 25% من التارجت بتاعنا، تمام، بنخلصه بنعمل استعاره ناخد 25 تاني وهكذا، لينا 8 مرات في الشهر بيغطونا الشهر كله الحمد لله. السلع موجوده زي الرز زي الزيت كل حاجه في التمويل. قام محافظ مطروح خالد شعيب بتوزيع تقاوي الشعير والأعداد لتوزيع شتلات الزيتون. جاء ذلك بمشاركة الإدارات التنفيذية والمحلية بالمحافظة. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، قامت وزارة الزراعة بتوزيع 70 طن تقاوي شعير و100 ألف شتلة زيتون بالمجان لدعم المزارعين في القرى والنجوع التابعة للمبادرة بمحافظة مطروح. وخلال تفقد محافظ مطروح خالد شعيب مخزن المعونة للتقاوي والمواد الغذائية التابع لجهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة بمنطقة الزويدة، أكد المحافظ أنه تم تخزين نحو 50 طن تقاوي شعير سيتم توزيعها على مزارعي مدن غرب مطروح، إضافة إلى أنه تم توزيع 20 طن تقاوي بقرى فوكة ورأس الحكمة شرق مطروح. من خلال جهاز التنمية الشاملة بوزارة الزراعة بنتفقد النهارده مخزن توزيع تقاوي الشعير على أبنائنا في الصحراء الغربية. طبعا زي ما احنا عارفين ان مطروح طبعا بتعتمد على الزراعات المطرية، فده مهم جدا جدا احنا نوزع هذه التقاوي في التوقيت المناسب. فاحنا فقدنا المخزن الخاص بتقاوي الشعير وأسلوب التوزيع على المستفيدين. المبادرة الرئاسية تقدم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمزارعين في كافة المحافظات من أجل توفير مصادر دخل لهم فضلا عن تحسين المعيشة بقراهم. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع 29 اتفاقية مع عدد من الشركات العالمية وهيئة وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا، وتتضمن الاتفاقيات الجديدة إنشاء وتوسعة نحو 35 مركز تعهيد لهذه الشركات أو الشركات في مصر، بما يساهم في توفير 34 ألف فرصة عمل. العالم يعهد إلى مصر، عنوان احتفالية توقيع هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات لعدد 29 وإنشاء لشركات تعهيد عالمية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وعدد من ممثلي الشركات الأجنبية. شرفنا بأن شهد دولة رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقيات 29 شركة عالمية رائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإقامة أو توسيع 35 مركز تعهيد لها في مصر. الاتفاقيات تأتي ضمن استراتيجية خماسية لتنمية صناعة التعهيد في مصر، وتحتوي الاستراتيجية على ثلاثة محاور من تشجيع للصادرات التكنولوجية وتخصص وتدريب لتوفير ما يقرب من 34 ألف فرصة عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات بحلول عام 2025. درسنا التكلفة الاستثمارية في مصر مقارنة بعشر دول أخرى، وبناء عليه صممنا برنامج حوافز يكون جاذب ويخلي الكلفة في مصر منافسة، وأيضا عملنا لقاءات دورية مع الشركات المستثمرة في مصر، بنسمع مشاكلهم، بنسمع آرائهم في برامجنا، بنطور بناء على اللي بنسمعه منهم، فبالتالي هذا التواصل مهم جدا نحسه أنه فيه اهتمام من الحكومة. كانت صادرات مصر الرقمية قد وصلت إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار خلال الفترة السابقة، على أن تزداد خلال 5 سنوات القادمة بحوالي 1 مليار دولار سنويا، ووصلت حصيلة الشباب المدربين إلى 220 ألف شاب متخصص.
تفقد محافظ الفيوم أحمد الأنصاري بدء التشغيل والإنتاج الفعلي بمصنع أعلاف جريفيس بمركز سنورس عقب صيانته وتشغيله تجريبيا خلال الأسابيع الماضية بعد توقفه لعدة سنوات في إطار الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وممتلكاتها. وأوضح المحافظ خلال جولاته التفقدية أنه يتم حاليا إنتاج أعلاف ماشية ذات جودة ومواصفات عالية لتوفير أعلاف تستطيع المنافسة من خلال جودتها وسعرها المناسب، وسوف يتم التوسع في التنوع من الإنتاج خلال المرحلة المستقبلية بإنتاج أعلاف للدواجن والأسماك. في بداية التشغيل الفعلي لمصنع جرفس، وإحنا الحمد لله ماشيين طبقا للمخطط اللي تم وضعه خلال الثلاث شهور اللي فاتت. الفترة اللي فاتت كنا بنعمل الإعداد لهذا التشغيل، كان في تشغيل تجريبي الأسبوع الماضي، وكان في تشغيل للماكينات الأسبوع اللي قبله، كان في مراجعة لكافة مكونات المصنع إذا كانت العصارة أو خط إنتاج العلف. النهاردة كان أول إنتاج وشافه معالي الوزير المحافظ وتفقده، ومعظم المصنع في تجار فعلا شافوا العينة وقالوا ان فعلا هو مصنع جرفس فعلا رجع زمان زي زمان، هي من انظف انواع الاعلاف على مستوى جمهورية مصر العربية. نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة جرزة بالفيوم في الكشف عن مبنى جنائزي ضخم من العصرين البطلمي والروماني، بالإضافة إلى عدد من النماذج من وجوه الفيوم، وذلك أثناء موسم الحفائر العاشر للبعثة خلال الشهر الجاري. والمبنى المكتشف عبارة عن مبنى ضخم مبني على طراز البيوت الجنائزية، وهو ذو أرضية جيرية ملونة، وتتقدمه من الناحية الجنوبية سقفية أعمدة عثر بداخله على بقايا أربعة أعمدة، كما يؤدي المبنى إلى شارع ضيق خاص به. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. نعم، تنضم إلينا فيها الزميلة شروق عماد. إليك شروق. شكرا رجائي، شكرا سحر، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة. أكد وزير البترول طارق الملا أن صناعة البترول والغاز شهدت تغيرات وتحديات كبيرة خلال السنوات الماضية دفعتها لمواكبة التغيرات والتطور، مما أظهر مدى أهمية إنشاء كيانات تنظيمية لتؤدي دورا أساسيا في ضمان فعالية تنظيم أسواق الطاقة وتقليل تأثير هذه التحديات والتغيرات سواء في تسعير الطاقة أو تأمين الإمدادات لحماية المستهلكين. جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الوزير أمام الجمعية العامة 34 لمنظمة منظمي الطاقة بالبحر المتوسط، التي ضمت كيانات وأجهزة تنظيمية مستقلة لتنظيم شؤون الطاقة بمنطقة البحر المتوسط، وتعقد في القاهرة لأول مرة. اجتمع وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع محطة تمويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش، وكذلك عدد من موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين. وأوضح الوزير خلال اللقاء أن هذا المشروع يتم في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الإنتاج الحربي التنمية المحلية والبيئة ومحافظة الجيزة للتعاون والتنسيق بشأن تخصيص قطعة أرض بمنطقة أبو رواج بمحافظة الجيزة لصالح المشروع الذي يستهدف تحويل المخلفات بطاقة 1200 طن لليوم لإنتاج كهرباء بمقدار 30 ميجاوات للساعة. في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1785 دولارا للأوقية، أما محليا فقد سجل عيار 18 نحو
2281 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 1495 جنيها للجرام، وعيار 24 سجل نحو 1708 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 11960 جنيها. تصدرت نيويورك للمرة الأولى ترتيب أغلى مدن العالم مناصفة مع سنغافورة المعتادة على أن تشغل المرتبة الأولى بسبب أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة عالمياً بحسب ما أودت مجلة الإيكونوميست، وجاء ذلك في تقرير عام 2022 حول تكلفة المعيشة الذي نشرته المجلة البريطانية أن الأسعار ارتفعت بنسبة 8.1% كمتوسط على أساس سنوي في 172 مدينة كبرى في العالم، وهي أكبر زيادة تسجل منذ 20 عاماً إلى الآن. انتهت جولتنا الاقتصادية، وعودة إليكما سحر ورجائي. شكرا لك شروق عماد. أعلنت شركة نيورلينك المتخصصة في صنع شرائح المخ أن التجارب على البشر ستبدأ خلال 6 أشهر. وأوضح إيلون ماسك صاحب شركة نيورالينك أن أول تطبيقين مستهدفين في هذه التجارب سيكونان لإتاحة الحركة لعضلات الأشخاص العاجزين عنها واستعادة الرؤية. 6 أشهر قد تفصلنا عن بدء التجارب على البشر في مجال صنع شرائح المخ، وهو ما قد يفتح باب أمل لفاقد البصر في استعادته. وقال إيلون ماسك الملياردير الأمريكي صاحب شركة نيورالينك المتخصصة في صنع شرائح المخ إن أول تطبيقين مستهدفين في التجارب على البشر باستخدام أداة لاسلكية طورتها الشركة سيكونان إتاحة الحركة لعضلات الأشخاص العاجزين عن ذلك واستعادة البصر. أعتقد إنه يمكن لشخص ولد كفيفاً أن يرى، لأن الجزء الخاص بالرؤية في القشرة الدماغية موجود، أما التطبيق الآخر فسيكون بخصوص الجزء المسؤول عن الحركة في القشرة الدماغية، حيث سيتمكن الأشخاص العاجزون عن الحركة أو استخدام عضلاتهم من تحريكها بشكل مبدئي. وأجرت نيورالينك تجاربها على الحيوانات في الأعوام القليلة الماضية، وتسعى للحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية لبدء التجارب على البشر. وقبل أكثر من عام عرضت شركة نيورالينك تجربة على قرد نجح في لعب واحدة من ألعاب الكمبيوتر عبر التفكير بمفرده بفعل شريحة مخ. بهذا الخبر مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية جولة 6 الإخبارية، لم يتبقى فيها للتذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يفتتح مدينة المنصورة الجديدة ويؤكد أن مصر قادرة على تخطي كل التحديات بتلاحم الشعب ومؤسساته. مصر وبريطانيا تنفذان عرضا جويا مشتركا فوق مدينة سهل حشيش جنوبي الغردقة. للمرة الثامنة البرلمان اللبناني يخفق في اختيار رئيس جديد للبلاد، ويحدد الأسبوع المقبل موعدا لجلسة جديدة. وبهذه العناوين نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة. شكرا لكم.